طب ايه اللي ميز عمر في الفترة دي وقلت ان هو ممكن اللعيب ده يكمل معانا ويحجز مكانه في منتخب مصر؟ عمر ومنعم تحديدا، عشان أيوة. الاثنين كانوا مرتبطين ببعض في نفس التقييم وفي نفس الريسك، يعني الناس كانت بتقول ده ريسك وما كانوا بعيد، لا قربوا. منعم مشي في سكته بشكل رائع وبشكل جميل، عمر لانه الرهان عليه، لانه كان ما بين انه يلعب ساعات وينج رايت وساعات باك رايت، لدرجه انه بعد ما خلصنا البطوله العربيه كيروش بعتني العلمان، بعتني وقعدت مع علي واستاذن علي انه طبعا حسب ظروفه، يعني ظروف الفرقه، انه يستخدم عمر طول الوقت في الباك رايت. كان قبل البطوله الافريقيه، فعلي مشكورا يعني كان متفاهم جدا وبص للناحيه دي بشكل كويس جدا، وعمر واصل له ده، فكان حس ان في فرصه كبيره جدا من خلال المنتخب، لانه عنده طموح كبير وكان عنده طموح يروح نادي كبير وكان عنده طموح يعني عالي جدا، فركز بشكل كبير جدا وادى اداء رائع يعني. وبعد كده هو بيمشي في طريقه بقى، يعني بيمشي وعارف السكه وعارف الشغل الفني بيمشي ازاي وعارف ازاي انه يلتزم بالكلام، فهيبقى كويس. بس هو كان بيجنني قبل التدخل. في ايه بقى؟ كان بيجنني جدا، بيجنني. يعني عمر راجل مؤمن وجميل يعني، مرتبط جدا بربنا، ربنا يزيده يعني ويبارك. فماسك المصحف، التسخين، في مواعيد، في خروج، في طلوع، يا ابني خلص، يخلص من التعويذه بتاعتك دي. هو بتعاود يقول له يا ابني خلصت، لازم يخلص الورد بتاعه عشان ده بيديله السكينه في المباراه. الناس نازله في الطرقه وهو لسه ماسك المصحف. فكان يعني حاجه جميله وربنا يكرمه يعني. وطبعا ربنا يكرمه مع نادينا، دي مهمه جدا، وانا شايف بدايته رائعه. النصيحه اللي تقولها لعمر بعد انضمامه للنادي الاهلي يا كابتن ضيف؟ النصيحه اللي انا اقولها له وهو اكيد هيبتدي يعرفها او عرفها، انك لو هويت في تمرينه او كسلت او ريحت، قطر النادي الاهلي ما بيقفش. ايوه صح. يعني خد انت نفسك مثلا، هتلاقي في ابجيك في كذا وفي كذا وفي كذا وفي موجود هاني وفي كلها منافسه رياضيه. اوعى تهوي في تمرين او في التزام او في اي حاجه خالص، لانك انت هتلاقي نفسك محتاج وقت عشان ترجع تاني. لكن عمر عنده المقاومه دي، سواء جوه الملعب او جوه التمرين او بره الملعب، فانا واثق انه ان شاء الله ربنا هيكرمه ويعمل حاجه جميله ويكون ويشيل بطولات كتيره ان شاء الله مع النادي يعني. باذن الله. كابتن ضياء السيد بنشكرك شكرا جزيلا. يعني انا قلت لحضرتك ده هو يعني في مقام والدي، ويعني دي كل الشكر والتقدير والاحترام، ويعني انا ما شفتش مسانده مع حد يكون لسه جاي منتخب ان هو حد يسانده بالطريقه دي. كان بيتعامل معايا فعلا بطريقه مختلفه تماما، وزي ما قلت لحضرتك دايما كان على طول بيعنفني، اللي هو ايه يعني لما تعمل حاجه كويسه؟ ما هو طبيعي تعمل كده، انت مش عارف ايه، انت بتلعب في منتخب مصر. فكابتن ضياء من الناس اللي على قلبي يعني غاليين جدا، و يعني انا مش انا كلامي وشهادتي فيه مجروحه، فيعني انا بقوله ربنا يكرمه ويشوف علي ابنه يا رب احسن من اي حد في الدنيا. ان شاء الله يا رب.